يحب أن يترجم هذا المقطع بكم. في هذا الفيديو إريكا لورين هي من ترافقنا. إريكا لورين هي نجمة التواصل الاجتماعي من الولايات المتحدة، معروفة بالنموذجة مؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي وعارضة الوزن الزائد. ولدت إريكا لورين عام 1998 في الولايات المتحدة، تبلغ حاليا 23 سنة. هي نشطة ومشهورة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي استطاعت من خلالها أن تجمع أكثر من 600 ألف متابع. كسبت من خلالها تحميل صورها الساخنة ومقاطع الفيديو القصيرة. إريكا لورين موديل زائد حجم من لوس أنجلوس، حاصل على درجة 4 بكالوريوس في الموسيقى من جامعة جنوب كاليفورنيا. تعمل إريكا في مجلس إدارة كان. إنها متحمسة لصناعة الأزياء. إريكا شاركت في حملات مختلفة لإعلان العلامات التجارية من برايت، فريت، هوارد مارت وغيرها من الماركات في أسبوع الموضة في نيويورك ولوس أنجلوس. وزنها 63 كيلوغرام تقريبا، وتبلغ صافي ثرواتها أكثر من 1.5 مليون دولار أمريكي. تبلغ إريكا في الطول 181 سنتيمتر. حجم الخصر 39 سنتيمتر، أما الورق 56 سنتيمتر. الشعر بني، العيون بني، الجنسية أمريكية. لذا نرجوكم تابعونا المزيد قادم، وشكرا.